قال له شوفة توفة انت عاد على خوف وعرف ان الشوفة توفة وانت خلو شوفة توفة خلو شوفة توفة. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة العلام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شوفة توفة. هذه الحلقة نستضاف فيها سيد عبد الله سيدي بي، وهو شخص كانت عنده علاقة طيبة تقترب حكما حسب ما قال لي الأخوة بينه هو وشخص آخر اسمه إبراهيم كاليدو ولي. هذول الأشخاص خسرت علاقتهم نتيجة تريكة تريكة صغيرة، خو واحد مع أخو الأخر، طورت هذا الهجار إلى هجار الأسر، أسرة كاملة جار الأسرة، عاد بينهم حرب بسبب أطفال كانوا يلعبوا في الساحة اللي أمام بيوت هذا المكان اللي يسكنوا فيه. وبالتالي عبد الله تكلمت معاه في هذا الموضوع واستعد، قال لي عنه مستعد أنه عيط لشخص الآخر اللي هو صديقه وقريبه وجاره أيضا هون في نواكشوط. في هذا البرنامج الشوفة توفة قبل عبد الله أنه يستدعي شخص الآخر سوف نلتقي به بعد هذا الفاصل القصير. تعالوا للوفاق والوفاق توفى. السلام عليكم كاكم الله بابا سمح لي بي سيدي دافي نيو تي مام بروخ ما بين بروغرام بو ني وار كين سبين تيلي مانيكو مان صاحنا استوار مل نون كوم نيار ني خلو لو ياغ بروبليم مل نون ليك مانا ما سام بين خاي باب نيو خلو نيو نون ديغي دو انسامبل ني خلو ان بين بروبليم مانيكو مان امنا كو مل نون دي دا تيم دا جالال بروغرام بي خام دويدا بو ني كوني جالال بروغرام بي so lol lañ nek né mais inshallah xamna ni sama xarit bob la kay defal parce que am na histoire mel non sama xarit bu yagg ñu daal mu jikko lo ay xalé moy do suñu problème mais lol lañ jéma def né ko ñu jéma ci wosu problème inshallah. اهلا وسهلا بكم مره اخرى اعزائي الكرام في برنامج الشوفة توفة، والان نستقبل جميعا السيد عبد الله. عبد الله عبد الله مرحبا بك. انا نعرفك شخصيا، نعرف لك على بابا البان الاسم والله جيتك في فتره عن هذا البرنامج من دورك الى عاد عندك صورتك، كان عندك شخص عندك معاه خلاف والله عندك معاه هشار والله ما تسلم عليك والله ما تتسلم عليه، قلت لي عن خارج شخص انك تشتغل في بلد عنكم جيران عنكم اخوت عنكم كل شيء، عن اللي له فترة من الزمن انتم اصحاب من الصقر وجيران من الصقر عنكم متهاجرين، ما انت وحدك وهو وصار مولي جار بينهم سوء تفاهم كبير نتيجة خلاف والله ضيقة متينة قد خرقت بين قلت لي تركة صغيرين وخرقت بعض ديك المشكلة نختلف والله قد خليك ساعة انا وصاحبي ساعة ما عندنا مشكلة ساعة كنا في بلادنا كنا شغلوا قاع في بلادنا انسامبل تمنين عن كارتي فهم تيك ترك صغيرين نجي بين مشكلة كبير جيت أنا ولكن هذا عند الباشا ما عدت جيت طعنت قلت كل يوسف من كلام وجه هو مولي حمار راسه وسككنا عديك متينا أسرة كامل خشي في مشي قايس كون سيريا يوسف من روحي بعد شيء بيننا الحمد لله قال بايلا جبرت سيفا قلت حجي صاحبنا معاه شفت بريات انت قد حاولت انت من نفسك قد حاولت من خلال شخص اخر ما هو انا والله اي حد قد تحاول جيت وسلم عليه والله جاك يسلم عليك والله شيء قط مره جيت الدار له ما جبرته خليته له قلت له انه هو عني جيت تلفوني هي ام تلفون له ما يكبر رقمي قاع نين تلفون له ما يكبر تلفونه قاع جيت جبرته خو قلت له اني نيجي فلان قول عن يتلفن لي ورا الراي كيف قاعد من ذاك ساعه ما بلغ لي ساعه ولا رد لي شيء الى ورد ماهوش. إذن أعزائي المشاهدين رحبوا أيضا بالفقيه الشاب مين والشواف اللي حاضر معنا في هذه الحلقة. أستاذي أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة.
هذا عبد الله ايضا التقيت به فتره في اطار شهور اللي كنت نحضر فيها لهذا البرنامج. حدثني عن هذه الحاله اللي توم سمعته، هذا الخلاف اللي خلق انطلق من تريكه صغيرين كبر شهورهم هما، كبر شهور اسرتين، قاسوا الشرطه وعادت مشكله كبيره، والدايق هذا هو الاخ اللي كان صاحبه وكان قرينه. عبد الله بادر وجاي معنا هون في البرنامج ايضا، وجزاه الله خيرا، شكرا لك. جاي البرنامج ياك يعيط للخو اللي هو ايضا ينتظرنا هون، ما هو بعيد، على انه جاي طالب، وانا مولي اعطاني اتصالاته، خلال اتصالات عني نعدل معاه مقابله حول شغلته اللي يشتغل بها. استاذنا الشيخ تقول باختصار عبد الله في هذا الموضوع ومن خلاله المشاهدين من جميع الموريتانيين. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بداية حمد الله تبارك وتعالى لنعمة الإيمان في الإسلام، أي النعمة اللي جعلت عبد الله وهو جاي من الليلة يدور الصلاة يدور ذاك الخلق الرفيع اللي هو خلق التسامح، اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال أنا ما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. هون طبعا هذا ذكرنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال واحد من الصحابة قال له علمني وصي، قال لا ترضى عدل على هذه الوصية اختير يزيد لأن لا يكافئ، قال له أوصني قال لا ترضى، قال أوصني قال لا ترضى، لهذا بهذه الغضب هو اللي يؤدي هذا، هو اللي تلحق مدة المرحلة غير هو اللي يرجع يرضى، ومنين اللي يرضى بيعرف عن الشيطان راه ولا هي الموضوع فقراش وما تدري لا يعقل يعتنى على الشيطان. عبد الله الليله الحمد لله شايف لا يعتنى على الشيطان بحيث على انه، لكن اللي امر به الشيطان من التباعد هو لا يمشي عكسه، صار ذاك اللي امر به الاسلام وذاك اللي جاب النبي صلى الله عليه وسلم من التقارب بين الاخوان ومن التقارب والتسامح اللي هو خلق الاسلام اللي جاب منه. الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، هذا ان شاء الله تعالى هو التعاون على البر والتقوى. وراجل ان شاء الله على المهمه الليله تعود، ما هي صعبه ان شاء الله، ان شاء الله وعلى انك تمشي من انت واخوك ان شاء الله بوضعيتكم اللي هي يلا تعودوا فيها. والله لا ولا بو كاملين كاع باسكو شي كامل فيه المشاكل نحن ما ندور ان شاء الله. ديك ساعه عاد لافاميا كامل عاد نبين روايه كبيره، ونعرف عني نصاحب انا وهو ذا كامل قد يصلح اخرين باسكو عليه ما هم ولا يعدلوا، نحن الرجال ما نعدلوا هم صح سيرة ما يقد لي يقوم وكل حد باسكو نبينهم كومبلكس وهذا كامل. نحن الرجال ويطلع نعدو ان شاء الله. شكرا شكرا عبد الله. انا نتمنى ان شاء الله عن الاخ الثاني ابراهيم عنه ان شاء الله يجي قريب، هو لا يجي لا يتفضل انت مع زملاء شور استديو الثاني. ابراهيم لا يتكلم معه شوي، يتكلم معه الاستاذ، يتكلم انا معه، وان شاء الله عن نشرح له يتفهم ان شاء الله. وتمشي انت هو هون في مكان واحد، تمشوا في بلد تدخلوا عليه لكم في بلد، تدخل عليه له هو، هو يمشي معك شور له هو، وان شاء الله ما لي يخلق ذا ما يخلق ان شاء الله رجعه العلاقه، لان الفراق ترد مجرد ابتسامه، والله مجرد تبادر انت بروايه يوفى كل شيء عند ان شاء الله. شكرا لك مره اخرى وتتفضل معنا شو الاستديو. والان نستقبل ابراهيم كاليدو. إبراهيم مرحبا بك معنا في هذا البرنامج. البرنامج اللي تحدثنا عن مهنتك اللي واحد فيها اليوم في نواكشوط، وتقول لنا يا كانك مثلا قاريها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليك. هي اللي تقول قد عسلا نزلت صغير ديك الساعة، دونك خرجت التلفزة وثانيا مولي نبقيهم ولي. دونك هي كيما قلت لي عنها ميكانيك. اها ميكانيك. ميكانيك. كم لك تعدلها؟ صافي ابو بري 20 عام. 20 عام. واه. هون في نواكشوط ولا في؟ هون في نواكشوط اصلا. انت لاهي نقول لك البرنامج اللي معيط لك له، ما هو هذا البرنامج اللي يتكلم عن المواهب ولا عن برنامج
يتكلم عن خلافات الضيقات بين الناس، يعود حد كان عنده اخوه والله كان عنده صاحبه والله كان عنده حد ومات له صاحبه، يسوى شنو السبب؟ يسوى تضايقه، يسوى تكلم له، يسوى ما تكلم له، يسوى عدل له. هذا في الدين ما هو زين عند مولانا، ما هو زين عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو زين في الشريعة، ما هو زين في الأخلاق، ما هو زين في أي شيء. إذا درت عود ما فقني نفس والله إذا حق والله إلا حق أطخ لي قليب. وهذا أنت عندك صاحب وقعوا معك هاي المشكلة، غيرك هذا صاحب معنا هون في استديو ثاني جاء هو اللي يقول لك أنت عندك صاحب قطعت صاحبك، ولا يقول لك عن ضيق الخلق بينكم اللي تطورت كانت لا ضيق بينك توعق بين لفامي. والله عرفتوا هذا؟ والله لا عرفتوا سيدي، عرفتوا حتى مولي. والله هو اسمه هذا عليك تعليق، هو اصلا قالوا بابا خليك مولي، كان اصلا لا تركز قيرين ضيق وخليك بينهم مشكله شوي امتعب، جا هو خلق فهم شوي من المشكلة، جيت أنا نتكلم معه ما كان يرسبي فهمتك، ديقنا عاد مولي لا فامي مولي خشف ديقة فهمتك، مشى زوسكا فور بروكرير لي جنرال كاع، قال لنا خارجنا لا نوفا من هاي القضية أفا مولي سينو نحن كامل جديد فورنا انتم كاملين كاملين نحن كامل فهمتك، جانا مولي الإمام المسيد فهم قال لنا مولي سي صالح فهم دونك وفينا منه، مي ديبي لور أنا هو ما تدنا أصحاب خليته ما تدنا أو شوف هو بابا جا هو من نفسه، أنا هو رجيته بابا طلبت منه نسولو أسكا كل حدا نسولو أنا اليوم ولا كل حدا نسولو، يعني برنامج يصلح بين الناس يعود مدة كانت أنت بابا مرحلتكم حسب اللي قال لي هو عنه كنتوا أصحاب كان عندكم بيت ساكني فيه والله ساكني فيه والله بابا اليوم جا معنا هون هو معك حالا لا تشوفوا معنا، هو فات سبقك انت هون وقال انه مستعد يعود معك في هذا اللي تشوفه في الكره هو راعي. بابا عرفتوا؟ لا هو جابوا كما بابا انا هو اللي جبته هون، انا هو اللي طلبته، هو جاك هون فاتكلم سابقك وقال عنه شين عنده تعود انت اخوه ولا تريسل الملك شين عنده يعود ضيقتكم، مشات منك تو هو من التركز خيرين عقبت عاد تو هو عقبوا عادوا فامي كانوا اصحاب وكانوا اخوت وكانوا كل شيء كانوا بينهم ياسم العلاقات برك ما ترى خالق اي شيء. بابا هو اللي قال لك عنك تسمح له وانت مولي دور تطلب بابا تسمح، نحن مولي انا ومعايا الاستاذ هذا الفقيه لا يتكلم معك ولا يقول لك عنك، انت اول شيء سابقه سامح لبابا يجيك ويقعد معك توفوا علاقتكم بدل من تموا متهاجرين من دراك. لازم انا ما قد نسمح قطعا يلي عدل لي هو قطع المسافه كامله وبرد راسه طالب انك تبرد راسك، الفقيه يتكلم معك ينين يقول لك يشرح لك اهميه حد يسمح لحد. بسم الله عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ ابراهيم انا وانت وبابا احمد محمود انا كاملين خالق شي فوقنا كاملين اللي هو شنو اللي هو الاسلام، لكن اللي جن عند الله تعالى لكن جاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحكم علينا اللي نقول انه نشوف ذا الاتجاه نمشو كاملين فيه اللي هو الخير، اللي نقول لا تمشوا فيه ما نمشوا فيه، معناها شنو؟ معناها على المسلم ما يقدر يقول انا ما نعدل كذا، لا اللي هو ما يتحكم في راسه، المسلم يتحكم فيه الاسلام، الشيء حظوا عليه الاسلام وامر به يمشي فيه، منين ما يمشي فيه معناها انه راه عرض راسه للخطر، خطر ما هو من المخلوقين، خطر من الخالق جل جلاله. الله تعالى ايش قال لنا؟ قال ادفع بالتي هي احسن. انت ابراهيم قعد انت وراسك حس نفسك ان الله تعالى يخاطبك يقول لك ادفع بالتي هي احسن،
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. شوف، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، الآن أنت بابا نفس الله تعالى يحدد الإنسان لأنه يعرف ما يدور في خلد الإنسان وما سيقع للإنسان. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو القال ملام. لو الشيطان شو يقول؟ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أنت الآن أمام خيارين، القرآن يقول لك ادفع بالتي هي أحسن، يقول لك هذا اللي بينك أنت وهو عداوة بينكم خاسر، حاول تصرح بينك معاه. الشيطان يقول لك أوه هذا وسالك وعدل لك مستحيل أنك تقدر تسمح له. بالله عليك يا إبراهيم، نسمع الآية القرآنية جاية من عند الله تعالى، والله نسمع ذاك اللي يقول لنا الشيطان اللي هو اللي حضنا على أن السماح ما يخلق، وعلى أن خالقين مسألتين إبراهيم. الإنسان ما يذكر، هذا شف الحديث، الإنسان ما يذكر هنتان لا تذكرهما أبدا، إحسانك إلى الناس وإساءة الناس عليك. لكن عدلت أنت للناس من الشيء متعدل، ما يلا تم لا تذكر تقول أنا فلان والسيد البيت، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. لكن لو عدل لك أنت من الشيء خاسر، لكن ما يلا تذكرهم لياك تعدل أنت لا صالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال على المسلم، المسلم ما جايز له يهاجر المسلم فوق التيار. ما خالقين اثنين في الدنيا مسلمين مقبول انهم يفوتوا فوق التيار وهم متهاجرين. ثم الان لكم الفتره كامله انتم متهاجرين، شنو معنى ذاك؟ وتهاجر الاسر مولي معناك على انكم كلكم في معصيه، معدل شيء ما هو جايز. انت الليله اعطاك مولانا على انك اقوى، بيقول لك كنت جاي انك لا ترد شنو المراد، انك تعدل مهنة كذا وتعدل كذا، هذا مهم ويستفاد منه الشباب ويقتدوا بك، غير هذا أهم منه اللي عقب عاد في النهاية هو الحقيقة اللي هو أنك عاد جاي في عبادة. هذه العبادة شنو؟ هذه العبادة هي أنك تصرح مع أخوك. شوف أنا وأحمد حمود الجماعة كاملة واحدين منا قاع ما كانوا يعرفوكم، معناه المستفيد الأول من هذا لأن عرفوكم شي صالح اليوم، المستفيد الأول من هذا هو أنتم. ظهرك انت شاهدك مئات الناس، آلاف، ملايين. هاي الملايين أنا الشيخ إبراهيم ماني لاين قبل علمها تشهد عليك كاملة في الدنيا، ويوم القيامة تشهد عليك بأنك دعيت للصلح ودعيت للي قال الإسلام، وأنك انت هو اللي بيت عنه. لا انت اسمك إبراهيم وشاك الحمد لله يوحي بالإسلام ويوحي بخلق رفيق، وبالتالي أنا ندور هذه الناس اللي تشاهدنا الآن كاملة تشهد على أن إبراهيم عدل طبق الآية ادفع بالتي هي أحسن، أنه قط حد عدل له شيء ما هو مطابق ولهم مولك، وعلى أنه الحمد لله قد اعتنى على الشيطان ووفى من ذاك كان. إذن هذا احنا طالبينه منك، وهو طالب منك الإسلام، ولا تلعن عندك يكون تعدل، يكون تعدل هو والله هو الشيء هو المطابق. شوف إبراهيم فهم رواية أخرى عن, 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 عن أجر هذا أيضا الأسر، ثم خلقنا أفراد ياسر من الأفراد اليوم ما يتكلم ومتهاجر وكله بينه عداوة بسببكم أنتم الاثنين، معناها أن تصطحبوا أنتم الاثنين وتمشوا اليوم شر واحدة من الأسرة، من الأسر لا يوفى ذا كامل، لا يرجعوا الأسر، والدته هو مع والدتك أنت وأخته مع أختك وذا كامل ويرجع هذا. طالبينك اليوم أنك تقبل بابا يدخل معه سالم تو هو، ولا يوفى إن شاء الله كل شيء بعد اليوم. ما عندك مشكلة، الراجل اللي قال ماني زايد في شيء اسمه جميل. الله يجزاك كامل المسلمين جزاك الله خير. بس لما اللي يقرب له رواية يبي يعدل أمه اللي يعدل أمه اللي باقي يخلي المولانا. جزاك الله خيرا. إذا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل نستقبل عبد الله بعد الفاصل. خلوا الشوفة توف، خلوا الشوفة توف. إذا مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الأخير من برنامج شوفة توفة، والآن ندعو عبد الله للحضور معنا هنا في البلاتو. الله
بابا لأنك تبادرت بهذا اليوم. الحمد لله نتمنى عن إجباركم هذا يعود نهاية حقيقية. الليلة ما تمشوا ما قستوا جارها لكم الاثنين، ياك تقولوا لهم عن بوكم، ياك أيضا العليات يوفوا ديقر كانت خارقة، يوفوا التركمون اللي ديقر كانت خارقة، وترجع أنت وأخوك تشتغلوا شغلة كنتوا تعدلوا، تسكنوا سكن كنتوا تعدلوا. شكرا لك تكبيرا لأنك أنت جيت، شكرا أيضا لإبراهيم، شكرا لك لأنك أيضا قبلت وأثر فيك اللي قال أستاذنا وفقيهنا مين على أهمية الصلح، أهمية المبادرة، أهمية أيضا أنك تقبل أنت الصلح اللي بادر به أخوك بابا. شكرا لكم الاثنين. والآن لا يخلوا أيضا الفقيه يقولكم مكافأتكم عند الله تبارك وتعالى شنهي، ونحن أيضا شاكرينكم بصورة عامة وبشكل جديد. كنتوا قاضين عن الطريق المصاص لما قال تركتكم على المحجة البيضاء، معناها الطريق الواضحة، هاي الطريق الواضحة أنتم كنتوا قاضين عنها، لكن الحمد لله رجعتوا له. لو أن حد منكم مات سابق ذي اللحظة يعود لقي الله تبارك وتعالى وهو مهاجر خو المسلم، وذاك عقاب شديد عند الله تعالى. معناكم الآن الحمد لله الطريق الصحيح وثبتوا عليه، ثبتوا الله الذين آمنوا إن شاء الله. شكرا خالد. عندك كلمة؟ والله عندي كلمة لا نقول فيه شوي. معنا عنه يلي خليق مبينة كامل نقد نقول اليوم جحرنا قار ومتاكر درمنا ما تلاقي خليق إن شاء الله ربي. إذن أعزائي المشاهدين نتمنى أن رسالة وصلت للجميع أهمية الاعتذار وأهمية الصلح وأهمية التسامح. ألقاكم حلقة جديدة من برنامج الشوفة. خلوا الشوفة توفى.